وألقى وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني بالمناسبة كلمة ذكر فيها بالأهمية التي يوليها الرئيس عبد المجيد تبون لهذا القطاع الحساس والمنجزات الملموسة التي تحققت والآفاق المستقبلية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الصحفي الجزائري وما ينتظر منها، أسوة بالسلف من رجال الإعلام في فترة المقاومة وحرب التحرير ومعركة البناء في الجزائر المستقلة. ووفاء بالتزامات الدولة تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية، نعمل باستمرار على توفير البيئة المهنية الكفيلة بتعزيز حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء في إطار احترام تلازم الحرية والمسؤولية. تجسيداً لما تقدم، صادق البرلمان مؤخراً على القانون العضوي المتعلق بالإعلام على أن يستكمل المسار بعرض مشاريع أخرى تخص مجالات السمع البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.